السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.